مرحبا أعزائي المشاهدين، اليوم وصفتنا هي مجدرة الرز مع البصل بطريقة كلش طيبة ولذيذة وسهلة ونباتية. إذا حبيتوا هاي الأكلة تابعوني للنهاية، بعد الفاصل راح نعطيكم الطريقة. رجعنا لكم بعد الفاصل، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس على الكل. تشجيعا لنا، المقادير هي كوب من العدس الأسمر أو غير المقشر، 3/4 كوب أو حسب الرغبة.